بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نكمل محاضرات البوست جرادويتس، وهنتكلم عن حاجة في الفاسكولار ديسوردرز. طبعا الانفانتايل هيمانجيوما معروفة جدا، لكن هنتكلم عن موضوع يعتبر إلى حد ما ريسنت، اللي هو الأورال بروبرانولول أو السيستميك بروبرانولول في حالات الانفانتايل هيمانجيوما. طيب إحنا في الأول خالص، طبعا ده سيستميك تريتمنت، واحنا عارفين ان الهيمانجيوما ممكن تخف لوحدها، او معظم العلاجات بتبقى حاجات توبيكال او ليزر او غيره. ففي الاول خالص عايزين نعرف ايه اللي يخلينا نفكر في سيستميك تريتمنت، يعني امتى الحالة نفكر في سيستميك تريتمنت، سواء كان بقى البروبرانولول او غيره. السيستميك تريتمنت طبعا له انديكيشن محددة لو الهيمانجيوما دي بتأثر على فانكشن معينة، يعني هي موجودة حوالين العين أو في الـ upper respiratory tract أو في النوز، فبتأثر على الفيجن أو الإيرواي. في الحالة دي لازم نستخدم systemic treatment. الحاجة اللي بعد كده لو هي بتأثر على اللايف، threatening life of the patient، ودي طبعا في الحالات الكبيرة اللي بيبقى معاها heart failure أو غيره. لو موجودة في أماكن ممكن تعمل disfigurement بعد كده في المستقبل، زي الأوريكل والتيب أوف نوز واللبس والكلام ده كله. في الحالة دي برضو indication للسيستميك تريتمنت. وأخيرا طبعا أي حالة مش بتستجيب أو معاها ulceration، والألسريشن ده resistant و severe و extensive ومش عايز يخف على العلاجات التقليدية، فنفكر في السيستميك تريتمنت. طبعا السيستميك تريتمنت حاجات كتيره، لكن اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو البروبرانولول او الاورال بروبرانولول. في البدايه كده طبعا الاورال بروبرانولول دلوقتي according to the guidelines هو يعتبر من الحاجات الهاي ايفيدنس في التريتمنت اوف انفانتايل هيمانجيوما، هو ليفل 1A، وده اعلى ليفل للايفيدنس في علاج الامراض. دي حاجه. الحاجة التانية هو برضو اكتشافه كان بالصدفة، ان كان في انفانتس عندهم انفانتايل هيمانجيوما وكانوا بياخدوا البروبرانولول ده علشان حاجات كاردياك، عندهم كاردياك انديكيشن، فلاحظوا ان الانفانتايل هيمانجيوما كمان ابتدت تتحسن، فابتدوا بقى ينفستجيت البروبرانولول، ودلوقتي بقى من الحاجات اللي هي زي ما قلنا هاي ليفل في علاج infantile hemangioma. خلينا نعرف بقى ايه هو في الاول وبيشتغل ازاي، او ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعته. البروبرانولول عباره عن نون سيلكتيف بيتا بلوكر، وطبعا دي كلمه مهمه جدا جدا ان هو بيتا بلوكر ده اولا، وثانيا ان هو نون سيلكتيف، لان ده هيبقى له دور في السايد افكتس بتاعته زي ما هنشوف كمان شويه. طيب هو بيشتغل ازاي في حالات الهيمانجيوما؟ في حالات الهيمانجيوما بيعمل فازو كونستريكشن، بينهبت الانجيوجينيسيس عن طريق ان هو بيقلل السيتوكاينز او الانجيوجينيك فاكتورز زي الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور او الفايبروبلاست جروث فاكتور، كمان بيعمل ابوبتوزيس في الاندوثيليال سيلز، فده بيخلي التيومر او البروليفريشن يقل. هما اكدوا ده ان الهيمانجيوما الاندوثيليال سيلز بتاعتها فيها بيتا 2 ريسبتورز، فهو طبعا هيعمل لها بلوك. كمان هو بينهبت الرينين انجيوتنسين سيستم وبينهبت النيتريك اوكسيد ريليز، فشغله كله على الفاسكولاريتي زي ما احنا شايفين، بيقلل البروليفريشن بتاعها، او ان هو بيقلل كمان النيو فيزل فورميشن، وبيعمل ابوبتوزس في الخلايا اللي موجوده. طيب كالعاده بقى زي ما احنا متعودين في الثيرابي، ان احنا لازم عشان نفهم الدواء كويس ونعرف نستخدمه كويس ونعرف ابعاده، لازم في الاول نعرف السايد افكتس بتاعته. الدواء ده كسيستميك تريتمنت وكنون سيلكتيف بيتا بلوكر، نون سيلكتيف بيتا بلوكر له ثلاث اربع مشاكل مهمين جدا 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 لازم نبقى عارفينه. رقم واحد، هم كلهم ريليتد، لان هو بيعمل بلوك للبيتا ريسبتور في حتت مختلفه في جسمنا، يعني هو سواء بقى في البنكرياس او في البرونكاي والتراكيا او في الهارت او غيره. اول مشكله هو بيعمل هايبوجلايسيميا، دي رقم واحد، بيقلل البلاد جلوكوز ليفل. رقم اتنين، له نيجاتيف
امباكت او انوتروبيك افكت على الهارت، يعني بيهدي حركه الهارت، فبيعمل برادي وبيخلي البلد بريشر قليل هاي بوتنشال. يبقى دي الوظيفه او المشكله الثانيه، هو برادي كارديا وهاي بوتنشال. رقم ثلاثه، ودي نقطه برضو مهمه جدا جدا، ان هو في البيتا 2 بالذات في الريسبيراتوري تراكت بيحصل فازو دايلاتيشن. هنا بقى هو بيعمل لها برونكوسباسم لانه بيتا بلوكر، فيعمل زي ويز. ثلاث حاجات مهمين جدا 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 لازم يبقوا في اعتبارنا عن الدواء ده، اللي هو البروبرانولول او الاندرال، هيقلل السكر، هيقلل الضغط، ويقلل الهارت ريت، ويعمل برونكوسباسم. طبعا في حاجات تانية كتيرة بقى مش مهمة قوي، بيعمل شوية فازو كونستريكشن بريفرال، مش عارف جي اي تي، حاجات كتير، لكن هما دول الثلاثة المهمين جدا اللي هيساعدونا في طريقة استخدام الدواء والبريكوشنز بتاعته. في نقطة كمان، ان هو هو لايبوفيليك، فممكن يعدي البلاد برين بارير، وبيبدا يبقى له نيجاتيف امباكت بقى، يلخبط بقى المود، يعمل ممكن سليب ديستربنسز سواء انسومنيا او اجيتيشن، بيلخبط الدنيا شويه. ممكن كمان شويه لو خدنا لفترات طويله، وخاصه في الاطفال الصغيرين، يكون له تاثير على النيورو كوجنيتيف اكتيفيتيز بتاعته. لكن الثلاثه الكبار، القلب والبلاد جلوكوز البرونكوس باز مهمين. في بس مشكله كمان، ان طبعا الهايبوجلايسيميا دي لو حصلت هي مشكله في كل الناس، لكن في الانفانتس او النيونيت او الناس اللي هم عندهم انفانتايل هيمنجيوما، سنهم بيبقى صغير، فممكن لو كانت لفتره طويله ممكن يبقى ليها نيجاتيف امباكت، وبتاثر على البرين وتعمل نيورولوجيكال سيكولي، فدي نقطه خطيره. الاخطر كمان عشان ناخد بالنا منها بس، ان هو طبعا المفروض الهايبوجلايسيميا بيبقى ليها ساينز، تاكي كارديا وسويتنج وكل الحاجات دي بتبقى ادرينرجيك، يعني السمباثاتيك سيستم بيحصل له اكتيفيشن. هنا بقى عشان هو بيستخدم بيتا بلوكر، فكل المانيفستيشن دي للاسف بتبقى ماسكد باي البروبرانولول او البيتا بلوكر. يعني الطفل بيخش في هايبوجلايسيميا ومش هتلاقي الساينز بتاعت الهايبوجلايسيميا، السويتنج والتاكي كارديا والكلام ده كله، لان هو كبيتا بلوكر هو عامل بلوك للهارت زي ما قلنا، او عامل نيجاتيف امباكت على الهارت، برادي كارديا وهكذا. فدي نقطتين في منتهى الاهميه هناخد بالنا منهم واحنا بنستخدم الدواء ده، بالاضافه تاني للبرونكوس باز والكاردياك اينوتروبيك نيجاتيف اينوتروبيك افكت. طيب كالعادة طبعا لما بنعرف المشاكل بتاعة الدواء بنهتم جدا بقى ما ندوش لمين او ناخد بالنا من مين، اللي هو الريلاتيف كونترا انديكيشن او الابسوليوت كونترا انديكيشن، دي مهمه جدا 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 عشان ما نغلطش ويحصل مشكله منه. يبقى بلاش طبعا لو في اي هايبوجلايسيميا لاي سبب، يبقى ما ينفعش الدواء ده، هيقلل. وناخد بالنا ان احنا ناخده بطريقه معينه زي ما هنقول دلوقتي مع الاكل وغيره، بحيث ما يعملش هايبوجلايسيميا عنيفه. الحاجه الثانيه، لو في هيستوري اوف برونكيال ازمه او ويز او اي حاجه في الريسبيراتوري تراكت، ان هو بيعمل برونكو سبازم. برضو لو عندي اي مشكله كاردياك، يعني اي حاجه في البلاد بريشر او الهارت ريت، اي حاجه كاردياك اوتسايد ذا نورمال، يبقى بلاش منه خالص. فدي الحاجات المهمه اللي انا لازم اخد بالي منها، هشوف الضغط، اشوف الهارت ريت، اسال على الهيستوري اوف ازمه او ويزنج، واشوف طبعا البلاد جلوكوز ليفل. دي حاجات مهمه جدا جدا جدا، عشان كده يفضل في الاول اني مع بدايه العلاج يبقى فيه بيدياتريك كونسلتيشن، ونعمل اسسمنت للطفل في العناصر دي. لو ما فيش اي مانع او اي كونتر انديكيشن، نبدا بقى ناخد البروبرانولول. طبعا في نقطتين بس هنا، ان الفيس سندروم، وده طبعا لما تبقى الانفانتايل هيمنجيوما معاها حاجات في السي ان اس وحاجات في الهارت وغيره، فطبعا ده كونتر انديكيشن لان هي معاها كاردياك بروبلم اصلا، او محتاجه بريكوشن حسب الوضع الكلينيكال اللي موجود في الحاله. طبعا الابسوليوت كونتر انديكيشن لو في هارت بلوك ادفانسد سكند او ثيرد ديجري، طبعا ما ينفعش خالص البروبرانولول. فالخلاصه ان انا لازم اخد بالي من البلد جلوكوز، كاردياك اسسمنت، كارديو فاسكولار بشكل عام، القلب حالته ايه والضغط، ورقم ثلاثه لو في حاجه في الريسبيراتوري تراكت، ازمه او ويزنج او غيره، دول الثلاثه الكبار اللي لازم اخد بالي منهم قبل ما ابدا استخدم البروبرانولول. طيب بناء عليه بقى، لو عايز اعمل اسسمنت قبل العلاج،
قبل ما نكتب الدواء ده خلاص عرفنا مشاكله، عرفنا مش هنديه لمين، طب بنعمل اسسمنت للطفل ازاي. طبعا هناخد هيستوري، والمقصود بالهيستوري طبعا اللي هو لو في بقى حاجه كاردياك، لو في حاجه ازمه غيره، في فحص. الفحص ده طبعا لازم محتاجين اطفال معانا علشان نشوف الهارت ونشوف الجنرال كونديشن. ايه الانفستيجيشن المهمه كلها من المشاكل بتاعتنا؟ الهايبوجليسيميا، يبقى لازم اخد بالي من الجلوكوز ليفل. تمام. الحاجه اللي بعد كده ان اعمل كاردياك اسيسمنت من اول الاي سي جي والايكو والكاردياك اكزامينيشن حسب ما يشوفوا المطلوب للهارت، وطبعا الريسبيراتوري او البالمونولوجيست لازم يشوف الشيست بتاع الطفل ويتاكد ان مفيش حاجه ويزنج او غيره. هنيجي بعد كده نخش على الدوزنج والتريتمنت ريجيمين. هنا لازم بس نفرق بين حاجتين، بين هل الطفل ده ما عندوش اي مشاكل او ما عندوش اي حاجه تخوفني، ولا في some precautions. يعني مثلا هل الطفل ده هيلثي ما عندوش اي حاجه، مولود فول تيرم، وزنه كويس، الجستيشنال ايج بتاعه كان كويس، ما فيش اي مشكله خالص في الفيدنج بتاعه. يعني هنا ما فيش، يعني بالاضافه ان ما فيش كونتر انديكيشن، لكن ما عنديش اي حاجه تخوفني من الطفل ده كان هو يبقى بري تيرم او لو بيرث ويت او غيره. ده له ريجيمين في العلاج مختلف عن لو الطفل عنده مشكله. يعني لو الطفل عنده مشكله زي مثلا ان هو بري تيرم او وزنه قليل، البيرث ويت او عمره او غيره، او حتى معاه الفيس سندروم زي ما قلنا، في الحاله دي بيبقى محتاج مننا بريكوشن اكتر. فتعالوا نشوف ايه القصه دي. اولا لو هو كومبليتلي نورمال بنبدا الستارتنج دوز بتاعتنا 1 مللي جرام بير كي جي بير داي، نشوف وزنه ونخليه 1 مللي جرام، ودي نقطه بدايه. في الناس اللي عندهم هاي ريسك لا، نخليها نص مللي جرام بس. يبقى اذا في فرق واضح اهو في الجرعه، بندي جرعه صغيره في الناس اللي احنا خايفين عليهم. الحاجه الثانيه الهيلسي، الكومبليتلي هيلسي ده نورمال تمام، العلاج بتاعه يبقى اوت بيشنت مش محتاج ادميشن. لكن هنا قالوا ممكن نعمل ادميشن فقط في بدايه العلاج عشان نتابع ونشوف الدنيا، وبعد كده ممكن في البيت عادي ما فيش اي مشكله. يبقى محتاج ادميشن في الاول عشان نتابع الجرعات الاولى وايه اللي بيحصل معاه. ده مش محتاج مونيتورنج، يعني دي خلاص لو هو كده عدى الاختبار التيست اللي كلها كويسه وهو نفسه هيلسي مش محتاج فولو اب مونيتورنج خالص. لكن ده محتاج بقى كلوز مونيتورنج، ده الحاجات اللي قلنا عليها البلاد بريشر والهارت ريت والبلاد جلوكوز، فده محتاجين ناخد بالنا كويس جدا. طيب هنا الجرعه بنديها له على مرتين في اليوم، يكون بينهم على الاقل من 8 ل 12 ساعه. هنا لا، نخليه على 3 جرعات يعني عشان نبقى بريكوشس اكتر. يعني بعد كده احنا بنبدا بنزود الجرعه بتاعتنا ازاي. هنا بنزود على طول بعد اسبوع مثلا، بندي بدل 1 مللي جرام نخليها 2 مللي جرام، لو ما فيش ريسبونس نوصل لحد 3. يبقى هنا بنسرع بنزود اسرع ونوصل لمستويات عاليه 3 مللي جرام بير كيش. هنا لا، نبدا بالراحه جرادوال وجرعات صغيره. فاحنا في الاخر هم نفس الحاله، بس هو الفرق ايه؟ ان في بعض البيشنت غير بقى الكونتر انديكيشن، يخليك تدي الجرعه بشكل اقل وبشكل ابطا وتاخد بالك من المونيتورنج بشكل كويس. طيب في برضو نقطه مهمه بقى، سواء هو هاي ريسك او لو ريسك او غيره، احنا لازم الطفل ده ياخد الجرعه اثناء او بسرعه بعد ايه؟ بعد البريست فيدنج. يعني ليه؟ طبعا عشان نتفادى الهايبوجلايسيميا، نتفادى الهايبوجلايسيميا. يعني ما ينفعش الطفل يبقى واخد البريست فيدنج او الميل بتاعته من فتره طويله وبعدين ياخد هيحصل هايبوجلايسيميا، فهو بياخدها مع الاكل مع البريست فيدنج بتاعته، او بعد ما يخلص على طول البريست ميل بتاعته. مهمه جدا جدا الحكايه دي، وندي نصيحة للأم إن الجرعة تبقى بعد الرضاعة مباشرة أو أثناء الرضاعة علشان ما يحصلش هايبو جلايسيمي. طبعا بننتظر شوية على الأقل 2 3 شهر عشان نعمل فولو أب وهكذا، يعني ممكن نحتاج فترات طويلة، لكن ما فيش طبعا إيه متابعة قبل كده، يعني مش بعد شهر ولا أسبوعين، لا هنشوف كل 2 3 شهر نشوف النتيجة ونعمل فولو أب. طبعا لو في اي مشكله في الاورال انتيك او فوميتنج او غيره، يبقى بلاش طبعا ندي الدواء،
لانه ساعتها هيرجعه مش هيستفاد بيه. لكن اهم نقطه اللي هي بالاحمر دي، ان احنا لازم نديه مع الميل او immediately after الفيدنج علشان ما يحصلش هايبو جلايسيمي. بعد كده في شويه نقاط مهمه بقى، يعني براكتيكال، عن البروبرانولول في الهيمانجيوما. اول حاجه نبدا امتى العلاج؟ هو المفروض طبعا زي معظم التريتمنت بنبدا في البروليفريتيف فيز المفروض، اللي هي لسه فيها جروس، لان اول ما بيخش في الانفوليوشن ممكن النتائج تبقى قليله، ولكن هم قالوا ممكن نبدا في اي وقت لغايه 12 شهر من العمر. وده معناه ان لو الحاله كانت باديه باذر لاينز وما كانش في نتيجه وابتدى يحصل شويه ريزوليوشن بس مش كامل، ممكن ساعتها ناخد عادي اورال بروبرانولول. طبعا بنستنى فتره لغايه سنه، سنه ونص زي ما قلنا مع المتابعه، وفي بعض الاطفال ممكن يحتاجوا فتره اطول من كده. يبقى دي امتى نستخدم العلاج. الحاجه الثانيه، هل ممكن يحصل ريباوند؟ ممكن بعد ما نوقف البروبرانولول، يعني لقوا انه ممكن يحصل ريباوند بنسبه تصل ل 25%. مين بقى اللي يحصل لهم اكتر؟ لقوا لو انت وقفت العلاج قبل 9 شهور من العمر، احنا قلنا بنستنى لحد سنه، سنه ونص ياخد علاج. فلو قبل كده طبعا كل ما نوقف بدري معناه ان خد فتره قصيره، فالريلابس اكتر. لو في الفيميل اكتر من الميل، لو موجوده في الهيد نيك اكتر من الاكستريميتيز، لو هي سيجمنتال او من النوع الديب تايب. دي كلها يعني لو احنا فكرنا في اللوكيشن ده، حتى هيد نيك وسيجمنتال وديب، دي كلها ريسك فاكتور اللي ممكن يكون معاها اسوشيشن اكتر، وهنا برضو هي ريسك فاكتور للريلابس. طبعا لو حصل حاجه زي كده نرجع تاني، يعني لو حصل ان حصل ريلابس وابتدى يحصل تاني بروليفريشن، نبدا على طول نرجع تاني للبروبرانولول لحد ما الحاله تتحسن. طيب هل في ريزيستنس للبروبرانولول؟ نسبه قليله جدا، اقل من 1%. وطبعا دي ليها تعريف مهم، يعني مش اي مثلا حاله تاخد بروبرانولول ما تستجيبش نقول عليها ريزيستنت. لا، اولا هو طبعا حاله ما بتوصلش للريسبونس اللي احنا عايزينه، ما بتتحسنش ماشي، ويبقى في كونتينيود جروث برضو بروف، كل حاجه تمام. بس الشرط بتاعنا ان انا اكون باخد جرعه فوق ال 2 مللي جرام بير كي جي. احنا قلنا بنبدا بواحد ونزود 2 لحد 3، فلازم اكون وصلت للاثنين عشان اقول انها ريزيستنت. ولازم على الاقل فترة علاج 4 أسابيع، يعني ما ينفعش قبل كده نقول إن مفيش نتيجة أو دي ريزيستنت، أو قبل ما نوصل للجرعة اللي هي الـ 2 مللي جرام بير كي جي بير دي. آخر نقطة بقى نتكلم عنها، هل ممكن نعمل كامباينيشن مع أذر سيستميك أو توبيكال تريتمنت أو ليزر؟ طبعا ده وارد جدا، ممكن نستخدمه، ده بيعمل سينرجيزم وبيخلي الحالة تتحسن بسرعة. من الحاجات بقى المهمة قوي ان احنا نعمل كومباينيشن مع السيستميك استرويد كمان، لان السيستميك استرويد هي برضو من ضمن السيستميك تريتمنت للانفانتايل هيمانجيوم. اشمعنى بقى السيستميك استرويد؟ لان هما بصراحة جود كومباينيشن، غير انه فيه سينرجيزم وهما الاثنين بيساعدوا بعض وبيخلوا الحالة تخف بسرعة. لكن الحاجة المهمة جدا ان السايد افكتس بتاعتهم بتابولش ايتش اذر، او بتنيجيت اتش اذر، بتلغي بعض. لان مثلا احنا قلنا البروبرانول بيعمل هايبوجلايسيميا، احنا هنا هنكتشف ان البروبرانول لو بيعمل هايبوجلايسيميا فاحنا هنلاقي ان الاسترويد بتعمل هايبرجلايسيميا، بتعلي السكر. ففي الحاله دي هما الاثنين عكس بعض، فنستفاد بالمعلومه دي. طيب البروبرانول بيعمل براديكارديا وبيقلل الضغط، هنا الاستيرويد بيعمل هايبرتنشن، فهما بيلغوا تأثيرات بعض، فبيبقى جود كومباينيشن. وده بيبقى مفيد جدا 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 الكومباينيشن ده، بس لو احتاجنا له في الحالات السيفير او اللي محتاجه ايرجنت تريتمنت. كده يبقى احنا اتكلمنا بشكل مختصر عن الاورال بروبرانولول في الانفانتايل هيمنجيوما. يا رب نكون فهمناه، وان شاء الله نكمل في باقي المحاضرات بعد كده.